السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي البندر. حلقة اليوم إن شاء الله تعجبكم. قبل لا تروح البحر شوف الحلقة وبعدين توكل على الله وروح. طبعا ليش هالكلمة؟ علشان تعرف وتشوف حلقتنا اليوم. حلقتنا عن الصناعات القطرية، والمقصود فيها صناعة القوارب القطرية. في البداية خلوني أرحب بأخوي العود جاسم بن أحمد اللنقاوي. أبو أحمد الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور، حياك الله يا أبو مبارك. أنت اليوم يبناك مرجع وخبرة، خلك محايد. محايدي. ونتكلم عن الصناعات القطرية وتعطينا رأيك وتعطينا خبرتك بعد إن شاء الله. أخوي نبيل محمد الله يحييك، صاحب مصنع العديد. الله يحييك مبارك، الله يسلمك، واتشرف بوجودك، وان شاء الله نشوف هالابداعات القطريه اللي موجوده عندك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. يا مرحبا. وعلى يميني اخوي يوسف بن جاسم الخليفي، الله يحييك. يا مرحبا بك يا مبارك. صاحب مصنع بالهمبار. نعم، وبالهمبار طبعا هير من هيرات قطر، وبنعلمكم ان شاء الله وبنقول لكم عنه. واخوي الصغير ما بقى يلعود، خالد الشملان الله يحييك، وبطل قطر وما شاء الله، صغير في العمر وكبير في القدر وفي المقام. الله يسلمك. يا مرحبا ويا مسهلا، الله يحييك. الله يحييك. ويب لك حبيبك موجود ابو احمد. اكيد حبيبك ابو احمد، حبيب الملايين. واليوم احنا نبي نتكلم عن الصناعات القطرية. إن شاء الله. طبعاً الله يبارك لكم إن شاء الله في المصنع. وياك الله يبارك فيك. الله مصنع بالهمبار سمعنا عنه وشفناه وجيناه وزرناه، وجينا حق مصنع العديد عند أبو محمد. بيض الله وجهكم، ما قصرت. إحنا نبي نتكلم عن الصناعات القطرية، ونبتدي وياكم شوي شوي من البداية إلين الحين، وبنقول المفاجأة اللي جبتوها وياكم، والله يوفقكم إن شاء الله وتستاهلون. وين تبون تبتدون؟ من عند يوسف ولا من عند أخي يوسف يبدأ إن شاء الله؟ شوف يعني بمبارك، اللهم لك الحمد، إحنا صار لنا فاتحين يعني فعليا سنتين ما شاء الله. أول سنة كان فيها تأسيس القوالب. تأسيس؟ إيه نعم، يعني شفنا أول شيء يعني انا اقول لك السوق هني بعد وش يبي، عرفت؟ طار اريد حق رق، طار اريد حق موج، طار اريد حق سرعه. وفكرنا انا ويا اخوي بعد خالد، يعني هاي بدايه الفكره. اكيد طبعا ما شاء الله. زين سويناها. وثاني شيء بعد الله لك الحمد، خبره بعد موجوده. اول شيء سماكه، وتخبر بعد سباقات. زين والله لك الحمد، هي النية نواخذه موجودة عليكم، وماخذينها ابن عن جد. اللهم لك الحمد، ما حد ينكر. اللهم لك الحمد، يعني ما شاء الله من محام الخشب إلين طراريد الفيبر. خالد شو يقول؟ ما زيد على كلام اخوي يوسف. بدينا احنا باصغر طراد اللي هو عندنا 23 قدم ما شاء الله، وانتقلنا من 23 لل 27، وبعد ما شفنا النجاح في القالبين ال 23 وال 27 بدينا في ال 35. والحمد لله كلهم يعني مستواهم احسن من الثاني. زين ومن اللي شجعكم على هالفكره وعلى انشاء مصنع؟ يعني مصنع والله هي جات الفكره. يعني. ايه الفكره يا ابو مبارك جات، صنعنا اول طراد هو السباق، اذا سباقات النزهه تذكرها. اي نعم. اول طراد صنعناه في البيت عندنا بيدكم انتم، صح؟ بيدنا احنا بنفسنا ما شاء الله. وعقب ما نجحت الفكره وعرفنا الطريقه وصارت بالنسبه لنا سهله، فجات الفكره ان ننشئ مصنع. والحمد لله تشجيع من الشباب بعد، يعني اللهم لك الحمد. الربع بعد ما قعدنا تشجيع ومساعده الشباب يعني معانا، واقفين معانا، هاللي شجعنا اكثر يعني. حلو حلو. الله يوفقكم وياكم. ابو محمد الدور عندك. نبي نعرف من وين جات الفكره، شلون بديت وما شاء الله لين وصلت هالمواصيل، والله يوفق لك ان شاء الله. طال عمرك. طبعا ما زيد على كلام الاخوان، طبعا في البدايه واحد يشوف يعني شو اللي كان السوق، شو اللي محتاج مثلا، وش الناس اللي محتاجينه. طبعا حكم عملي السابق يعني كان هو نفس تخصصي هذا، كنت في امن السواحل،
ما شاء الله. من الناس اللي تشرفت بمشاركة. يعني مو بعيد. في مخباط يمكن سمعتوا عنه يعني اللي في أمن السواحل. كلنا نحبه. أي الحمد لله. كلنا إحنا الأهلي نحبه. أي ولا مخباط. نعم. كان لنا الشرف الحمد لله أن أكون من ضمن الفريق. الطاقم. نعم الطاقم برأس. ما شاء الله. العميد ركن علي أحمد سيف البديد المناعي. يستاهل. وفي الحمد لله. وفهد نمسي عليه. نعم ما قصر هو كان يعني طبعا الفكرة كانت بعد. يعني قديمه عندي يعني من ايام ما كنت في من السواحل تراودك اي نعم فسبحان الله يعني فما طلعت منها من السواحل سنحت لك الفرصه نعم فقلت الحين خلني اغير الاتجاه الى المدنيين يعني حل الزوارق العسكريه خلصنا منها فجاتني الفكره هذه ان اسوي يعني زوارق صغيره يعني إذا قبل لا تبدا طرحت الفكره على ربعك شجعوك طبعا طبعا اكيد يشجعوني يعني الشباب كانوا معاي وحتى كانت رغبة كثيرة يعني الناس ما لقيت ناس محبطين وقفوك قالوا أكيد هاي طبيعي هاي مبارك في أي عمل أنت تسويه لازم تحصل لك معوقات لازم هيقول لك لا هاي مصنع مو بشيء بسيط ما شاء الله عليك أنت قطيت هاي كل شيء ورا ظهرك إيه ونتصنع ويمكن يصير شيء ومش عارف إيش طبعا أشياء كثيرة أجدمت نعم لكن الحمد لله كان تقدير رب العالمين فتغلبت على طبعا أول سنة كان صعوبات صراحة أول سنة يعني تعرف إيه أول كل فكرة شيء كل شيء بداية حتى في ناس يعني مثلا بعضهم ما يتقبل الفكرة يعني دائماً عندنا في البداية واحد يكون متخوف يعني بس الحمد لله يعني السنة الأولى بديت بزوارق صغيرة 15 18 حتى 10 بديت بعشرة قدم لما وصلت نعم 23 25 كانت عندي مراحل يعني موزعها على مراحل هالمرحلة الأولى دشيت المرحلة الثانية الحمد لله بعد ما يعني نجحت المرحلة يعني معنى كلامك توفر الإرادة والتصميم الحمد لله والعزيمة أكيد الحمد لله حق أي عمل أي عمل لازم يكون عندك متواجد هذا الثلاث الأشياء ما شاء الله ما شاء الله وبديت بالعشرة بالعشرة بالاثناعش والخمستاعش والثمنتاعش بعدين 23 و25 شوي أكبر المرحلة الأولى المرحلة حلو. الثانية 30 و36 30 و36 الحمد لله 36 يعني بعناه حق يستاهلون ونجاح يعني ونجاح الحمد لله وطالبين الناس يعني تستاهل فكانت هذه المرحلة المرحلة الثالثة اللي حين ما وصلتها لأن أكبر بيكون الأحجام كبيرة يعني وانا صار تقريبا احنا هاي السنه الثالثه انا بالنسبه لي المصنع الجديد يعني خلص 3 سنين ما شاء الله الله يوفق لك الله ان شاء الله طبعا احنا بناخذ خط السير خط الانتاج وال شوي شوي نعم. ومعاك ان شاء الله اهم شيء تعطينا المعلومات وتزيدنا ان شاء الله مشاهدينا طبعا ما يخفى عليكم انا قبل لا تبدا الحلقه ذي اخذت لفه على مصانع قطر وبديت من المصانع طبعا بدينا على بالهمبار على العديد على المصنع الوكرة على مصنع الطواش على مصنع المحيط لا مصنع حلول 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 مصنع حلول طبعا ما شاء الله هاي كلهم الله يبارك لهم شباب قطريين اللي وجد اللي حضر الله يحفظه وبيض الله وجهه وما قصر واللي ما حضر معذور والله يحفظك وما قصرت ونقول لك الله يبارك لك احنا كان بودنا وكنت اتمنى انك تعرض اللي عندك واحنا يشهد الله اني افتخر بالصناعات القطرية والحمد لله اللي موجودين يكفون ووفون ابو احمد انت طبعا مع هذا الخط لا تقول لي بعد تفتح مصنع لا لا اي مصنع الله يحفظك انا بس احنا نبي انا مستهلك رايك أنا بيتي بنقلة تعال شوف الطريدة شوف اللنجات شوف كل شيء الله يبارك أيوة. زين أنت حين شفت بعينك ما شاء الله وخاصة تشجيعك رايك يهمنا طبعا والله هذه فكرة زينة من الجماعة وأنا أشجعهم بعدين قطر تقريبا ما فيها مصانع من قبل طريدات يمكن يكون هو القديم الطواش فيبر جلاس أي نعم هو اللي كان قديم والجماعة هذه وإن شاء الله في المستقبل انكم لهم مستقبل افضل بس انا بعد ابي ودي منهم انهم يسوون قالب سنبوك قالب لنج سماش والله لا تستبعد يعني ما تدري ابو محمد في فكره ان شاء الله هاي موجوده الفكره هاي هاي موجوده هاي الفكره موجوده ان شاء الله كل شيء يستوي ما في شيء ماذا انا اقول لك احنا الطرادات لكن لازم تسوون ليش احنا نتكل على الغير اكيد اكيد ليش برا احنا بس احنا نشرح طبعا المراحل نجي المراحل ما عليه وحاطين صير مشكلة بعد أنا أقول لكم لا لا بعد الله يرحم والديك الحين الشباب كلهم ايه قالوا لك موجود الفكرة موجود
فبيض الله وجهك. يعني احنا نقول لك وانا جاهز يبي لهم تشجيع، انا جاهز لهم المقاسات اللي يبونها والعرض والطول والشغلات هذه مو مشكله، انا بساعد بتساعد وياهم كان عباره احنا اخوان. يعني انا يا ولد العم، يا ولد العم انا جبت لك صفقه جاهزه ابدا يعني ما يقصر، ما يقصر، وهذه عوايده يعني دائما دائما يخدمه مو بغريبه. بس شوف يعني ابو احمد عقب يقول لي الله يسلمك يعني بعد لا نجيب بلاش ما يصير يعني بعد سووها كذي. لا لا احنا نقول لك الحين اقول بيعطيك القالب وبيعطيك بيعطيك يعني اقصد لا القالب يتسوى عندهم اي بيعطيك القياسات اي بيعطيك القياسات صح. بالعكس والله انا اتشرف ان القالي واحد خبره حاضرين موجود يدعمنا حتى في المعارض وهذه دائما متواجد و بس المفروض يكون لهم مكان خاص حق الانجاز. والله يا ابو احمد شوف يعني انا يشهد الله اني لو ابي اوشر لي محمل ولا بسوي لي فيبر يعني بصنعه والله ما استغنى عن خبرتك. مو مشكله ان شاء الله انا واحد مثل ابو احمد يا ربع شهاده لله تبارك الله يعني بيقول لك عن كل قطعه كل اشخاصه كل صغيره وكبيره في المحمل. صادق واحد مثل ابو احمد يعني لا والله انا شجعها طويل في اللنجات مدرسه انت والله اشجعهم اذا اذا مو كليه. بس في شيء واحد وكل المفروض يعطونهم مكان على البحر خاصه اللنجات الصيادين مكان انا شيله مشكله وتنزيل معود لنا صراحه إيه يكون لازم مكان قريب يعني من البحر. مبارك اللنج ترى وزنه اذا بيكون فيبر مو 30-35 طن اقل من 30-35 طن يعني 35 طن انه يكون في منطقه صناعيه وتسيب لنا هنا ترى شيء بس شيء صعب وايد صراحه مو بشويه يعني. هاي من ضمن المعوقات هاي مبارك يعني مثلا عندنا المكان يعني المفروض يكون المكان مناسب انا نحط المقترح يعني لكل الجماعه عشان تشجيع الصناعه القطريه اي نعم. المفروض الحين الخشب بيني وبينك يعني مو بالاول يعني قد من دثر خلاص الحين الاخشاب مو موجوده الحين الخشب الساي مو موجود انا امس ماخذ 16 روح ب 20 16 لوح خشب خالي ساي خشب خالي خشب خالي لحان انش وربع اللوح ضربه حول 16 لوح من 20,000 ريال علشان تكلفته وايد علشان المحامل الخشب اللي ايه ايه الفيبر خلال اسبوع يقوم ما شاء الله البادي يقوم اسبوع وثاني شيء بعد انظف يعني ايه؟ الخدمه والصيانه نرجع حق الصناعه الطراريد الحين شنو المواصفات اللي ضفتوها الجديده والانواع اللي موجوده عندكم شنو في مسميات ولا خلاص بس بالارقام 25 30 40 كذي يعني ولا بالاطوال هنا بالاطوال بالاطوال حاليا ما في مسميات زي شنو الاضافات اللي حطيتوها تانك البترول الثلاجات احنا اعطونا دائما مبارك المواصفات نخليها على رغبه الزبون الزبون يعني يعني ما نقول له لا قال ابي ثلاجه ابي ثلاجتين ابي ثلاث حلو نخلي الاختيار الاول له احنا علينا ننفذ شيء برغبته يكون هو يعني هو مقتنع من الشيء اللي يبيه ستاندر اللي عندكم وشو عندنا ستاندر موجود ستاندر احنا نروي الستاندر حلو واي اضافات تبيها تقدر تصير لو اضافه مثلا يبيها ما تصير نقول له ما تصير ليش لسبب انه مثلا هي تخل مثلا بالسيفتي يعني بالسيفتي طراد يعني سيفتي علشان اذا الاولويه إيه الاولويه عندنا ان يكون الطراد يعني ما تصيد اي مشكله بالتعديل اللي هو يبي اي لان انا اذا بكبر تانكي ويتاثر الوزن أكيد. بكبر الثلاجه وبيتاثر الوزن اكيد تبيني اسوي لك كنترول تبيني اسوي لك كبن تبيني اسوي لك لان لازم شوف مبارك كل طراد كل يعني كل طراد له داخل شواصي تعتبر عمود فقري حق الطراد شلامين عرفت الشلامين هذه هذه لازم تكون بقياس وذي عشان لان لو كبرتها شوي احتمال عقب سنه سنتين الطراد ترى بعدين كسر يعني فخلاص الزبون له شغل من فوق يعني عرفت مثلا يبغي ثلاجات اوكي نسوي له كبن عود صغير نسوي له لكن انه هو يتحكم داخل الطراد هاي لا طبعا عرفت نقول له معلش هذا الشيء زين حقنا احنا لكن ثلاجات وهالاشياء يعني ابشر نسوي له زين الربع في سؤال يعني انا الصراحه كنت ابي اسلم من البدايه ابو محمد يا ريت تفيدني بالنسبه حق المواد اللي تستخدمونها
متوفرة عندنا في البلاد هني ولا المواد الأولية طبعا أقصد فيها متوفرة عندنا ولا أنتم تلقون صعوبات في هذه؟ لا بالنسبة لنا الحمد لله موجودة كلها الجلكوت والرزن والفيبر مات كلها موجودة عندنا في الدوحة صراحة موجودة عندنا موجودة متوفرة هنا بس الأسعار تفاوت بس طبعا شوية الأسعار مثل ما قال أبو أحمد شوي فرق وايد الأسعار يعني إيه شوي الأسعار يمكن يقابل 50-60% خاصة هالأيام يعني خاصة هالأيام الشرق تقصدون يعني الرزن الأسعار الداخلية ولا الخارجية؟ إيه بس الأسعار هني عندنا ولا برا؟ أنا أتكلم عن اللي عندنا هني يعني اللي عندنا يعني أغلى من اللي برا أعتقد إيه أغلى شوي أغلى لأن أنا خبر مرة جبت من برا فكان يعني في فرق يعني بس حتى مع الشحن والتكلفة وال يعني شيء بسيط يعني إيه شيء بسيط نعم زين ولا والربع والله احنا تقريبا المواد بالنسبه لكم 40% من المواد محمد ما شاء الله يقول لك المواد كلها موجوده احنا المواد نستخدمها تقريبا 40% موجوده في الدوحه 60% تجي من برا اي 60% تجي من برا 60 تجيبونها من برا اي نعم ما شاء الله زين 15% تجيبها من تركيا ايش معنى خالد انك تجيب 60% احنا احنا نوعيه الفيبر اي نوعيه جوده الفيبر نستخدمها يختلف عن الفيبر العادي زين هني السعر شلون بيصير مش موجود هني لازم نجيبه نضطر نجيبه من برا ماني ما حد يوفر هني اي بس اقصد بيصير في فرق يعني اكيد فرق بس احنا نبي الجوده يعني انت لما انا ابي الجوده لازم اروح حق هالمواد اللي يسمونها الكواليتي العاليه يعني الهاي كواليتي هاي كواليتي بس كان المواد الكيماويه عليها رطابه من ناحيه البيئه اكيد يعني ما تدش الا لها رقم معين الايزو ما ادري ايش حتى مبارك ما تدش على كيف لازم يكون انت المستورد عندك مستودعات مكيفه فيها امن وسلامه ويعني سالفتها طويله زي ابو احمد هاي انت ما شاء الله عليك تاجر يعني المواد دي متوفره عندك لا انا ما يبها ما تجيب لا اول راس واذا بتجيبها بتجيبها حق لازم اول موافقه البيئه لا بس انا بيلي درام أنا أيوة أنا أقصد أن أنت إذا بتجيب استخدام شخصي. أي والله شخصي. أحب أحاول أشتري من عند الربع أحب درامين رزن عندي لنجب بحط على. استغليت الفرصة قلت ما دامني في المدام. ما دام موجودين لا أنا بعنطرش لهم اليوم هدية بعد. انطرش لهم طراد اليوم بعد شوي. يعني من قدم الطيبات يستاهل. والله تستاهل. يستاهل والله. الله يستاهل والله يستاهل. يعني أعطاكم شيء وإن شاء الله. يستاهل أبو أحمد. لا ما زين المواد اللي قلناها طبعا حتى المواد نوعية المواد خاصة الرزن والجلكوت كذا نوع في يعني خاصة خاصة المارين يختلف عن الجلكوت العادي وحتى الرزن أنواع يعني احنا الحمد لله بدينا هاي الشهر يعني تقريبا أول مصنع في قطر يصب طريقة اللي هي الحديثة الفاكيوم أول مصنع في قطر اي نعم بيض الله وقف مدام أول مصنع في قطر يا خالد نطلع مشاهدينا نشرب جاي وبنرجع فالكم طيب فاصل ونرجع نواصل حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم ووقفنا عند أول مصنع في قطر طبعا ما صدقت أسمع هالكلمة خلونا نعرف من عند خالد الشملان أول مصنع في قطر يا خالد صراحة أنا فرحت على طول أبي أعرفه وإحنا نحب هاي الأشياء حضرينا. شنو أول مصنع تقصد فيه هذه هي اللي يسمونها طريقة الصب طريقة الفاكيوم اللي هي الحقن الرزن في القالب ما شاء الله هذه لها مواصفات تختلف 100% عن الصب العادي المانوال اللي هو اليدوي هذه من 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 ناحيه المواد من طريقه الصب من كل جميع النواحي تختلف ما شاء الله ودقيقه 100% وتمتاز مواصفات ان اقوى تقريبا الى 5-7 مرات عن الزورق الصب العادي ما شاء الله يمتاز بخفه وزن الطراد يعني اذا الطراد الصب العادي يكون وزنه خلينا نقول مثلا 1000 هذه يمكن يصير 500 وزنه لهالدرجة؟ لهالدرجة اي نعم نفس القوة لا اقوى منه اقوى يستوعب اي اقول لك الضعف بعد الضعف اقول لك يعني والحمد لله بدينا فيها هذه الشهر اول مرحلة اللي هو صب اول قارب هو 41 قدم 41 اي نعم اللي هو هذه اللي عندك اي نعم اشوفه خل مشاهدينا هذه اول هذا اول صبة
اللي هو بالحقن. الحقن نعم، اللي هو 41 قدم. وعندنا الزوارغ الثانية اللي هي، حاول تحرك الصورة خالد شوي، ترجعها ورا علشان ما الكاميرا. الكاميرا هو نفسه ذي؟ اي نعم هو نفسه. هذه هو طبعا انا، هاي الطراد لا تشوفون اللي سوق الطراد، اللي سوق الطراد يوسف خليفه كان موجود قدام. هذه ما شاء الله 41. مشاهدينا قبل لا نطلع طبعا الاخوان قالوا هذه موجود في كورنيش الدوحه، هذا الطراد. اللي يبغي يشتري يجرب اول شيء الطراد وشوف الطراد، جربه موجود هني محطوط للتجربه. اذا انت تبغى تشتري جرب هذا ال 41 اللي هو صناعه بالهمبار وصناعه قطريه 100%. الله يبارك لكم ولهم ان شاء الله. جرب الطراد، اذا صلح لك توكل على الله وعقد الصفقه والله يبارك لك. ابو محمد احنا بعد نبي نعرف اللي عندك. نعم. مال مصنع العديد. نعم. طبعا هاي احجام صغيره، هاي كانت في البدايه اول ما سويناها الاحجام. عشان الكاميرا خل كذي 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 سوى بس على الكاميرا هنا. يعني مثلا هذا 10 قدم في البدايه اول ما عدل الكتالوج. ابو محمد ايوه كذي 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 ايوه. بعد خلي يفتح. هذه 10 قدم اول ما بديت في البدايه، يعني هذه في البدايه ذي كان 10 قدم موجودة بس الحين وقفت خلاص لأن بديت المرحلة الثانية يعني الأحجام الكبيرة. حلو. هذه 15 قدم بعد هذه. 15 قدم. نعم. والحين بديت في اللي أكبر. الحين بديت في اللي أكبر منهم اللي هو مش موجودة حاليا في هذه، مثلا هذه قبل المرحلة اللي قبل اللي هو 25 قدم هذه. هذه ابو محمد كم طولها؟ 25 قدم هذه طولها ما شاء الله، وعرضها 6 قدم والقاضص ماله 0.5. هاي حق كم شخص؟ 25 يبي له 5 يعني 5 تجي تقريبا 5 حداق وغزل. الله يبارك. ان شاء الله. طبعا هاي في ما كنت مسوي التجربه يعني في البدايه بس الحمد لله نجحت، اللي هاي الدوب البحريه هذه. هذه نعم دوبه بحريه، هل مثل على في بلاتفورم يعني مثل الميلس، حطه مثلا ميلس على البحر حركه حلوه بس بدون محركات. لا في محرك اي بس عباره سطحه مفتوحه اي بس هذه لازم نموذج بس حركه حلوه خاصه حق الناس خذوا منها يعني والحمد لله الامور مش حق اللي عنده شاليه اللي عنده مثلا حق التورست مثلا سياحه ولا يعني فندق حق الفنادق بعضهم ياخذون ياجرون بس فكرة. انا اشوف سطحه وتيوبات تحت فيها بس عقب لا هاي بس الصوره بس عقب احنا ساعات نخليها على حسب مثلا اللي يبي ما شاء الله. انا بسوي كذي على حسب رغبه الزبون يعني اللي الله يبارك. زين اللي عقب ابو محمد شري الحين اللي اخر شيء الحين 36 قدم ما شاء الله. 36 قدم وتم تجربته وتم شراء يعني من احد كم واحد صنعته؟ اثنين منهم ما شاء الله. نعم. اثنين اللي راحوا انباعوا. نعم. شلون ردود الافعال؟ الحمد لله حتى يعني بعض الناس يتصلون لي لان اللي خذ يقول اللي خذ الطراد يروح يقول حق رابعه وذي صح تتصلون لي قالوا النبي نفس طراد فلان يعني على طول نفس طراد فلان لانه جربه وشافوه بنفس الشخص اللي شرى. نعم الحمد لله ما شاء الله. بس في سؤال بمبارك يدور في بالي، يعني الطرادات مثلا يعني اللنجات الحين مثلا اللي بيسوي محمل مثلا طوله 60 قدم كم يكون لوحه سمكه؟ والشلمان كم يكون؟ والعرض كم يكون؟ يصير مثلا ما تقول يعني ستاندرد معين، مثلا الطرادات الحين ال 23 لا وزن معين، ال 18 لازم يكون وزنه معين، مثلا ال 36 ليش مثلا قلت والله وزنه 36 او مثلا 4 طن، انا اقول لك لا سوى 5 طن. يعني الجماعة يمكن عندهم خلفية ليش هل هم يحطون الطراد على وزن معين بس ما يزيد؟ زين أنت الحين أبو أحمد أنت كتاجر إيش الأوزان المطلوبة؟ أنت الأحجام المطلوبة؟ لا أنا راعي خشب. ما بالأوزان أقصد لك الأحجام إيه؟ المطلوبة. أنت الخشب أنا أقول لك لازم يكون لوحة كذي الشلمان يكون قياس كذي. أنا أقول لك أنت كتاجر
ايش الاحجام المطلوبه علشان الشباب يوفرونه لك. اللنجات مثلا تقصد انت المحامل يكون طوله مثلا من 65 كتجربه يعني 65 المفروض يسوون محمل 65 وطالع. اي الحين لا انت سوي ال 65 يعني هو المدارك الحين يعني الموجود اللي هو يصلح حق بحرنا انه تخبر فيه تحديد اطوال معينه لين 68 ما تجاوز يعني من 62 لل 65 وانت جاي. زين ابو محمد انت سمعت سماش. نعم. عن الحجم اللي يقصده ابو احمد 65 65 قدم يعني 65 قدم, قدم. طول. انت عندك استعداد انك ان شاء الله في الخطه المستقبليه في الخطه مسوي الحمد لله كل شيء جاهز عادي يعني ان شاء الله يبغى له قالب. اي يعني احنا مشينا الحين مرحله الثالثه انا وصلت الحين احنا يعني 36 قدم الحين وصل 40 قدم المرحله اللي عقبها بدش حتى في اليخوت صار في اليخوت يعني الصغار يعني الحجم الصغير مثلا 40 قدم الى 60 قدم بالنسبه حق اليخوت يعني يعتبر مو 60 قدم مو صغير يعني يعتبر بالنسبه حق اليخوت صغير يعني مو نعم 36 يخت اي هذا بدش فيه التجربه ان شاء الله في المرحله حتى لين ما تكتمل عندنا مثلا حلو النيه موجود النيه موجود الحمد لله بس يعني زين ما شاء الله الله يبارك لك ان شاء الله ابو محمد كم خط انتاج عندك في المصنع؟ والله شوفونا حسب يعني مثلا شغلنا احنا على حسب الطلب على حسب الطلب اي مثلا اذا جاتنا طلبات مثلا بحجم الفلاني على بنمشي على ما ما ما, ما اسوي مثلا واخليه لا حلو اي على الطلب على الطلب ستوك على الطلب لا ما في يعني يجيك واحد يسوي مثل ما قال الشباب يعني انا عادت اخلي الزبون هو اللي يجيب نفسه يشرف عمليه التصنيع نعم بس طبعا في اشياء هم ما يتقربها مثلا التكنيكال هذه حلو اي اللي تكلمنا عن الشباب هاي طبعا ما يخفى عليكم انتم ايه عندكم بعد هاي الشيء نعم يا الربع ان انا اذا طلبت الطراد وكصاحب الطراد هاي طالع واشرف نعم. واشوف انت بالعكس المده الزمنيه اللي تاخذون فيها صناعة الطراد كم المدة الزمنية؟ على حسب طول الطراد وعلى حسب المواصفات اللي يبيها هني نحدد له الوقت وخاصة يعني ما شاء الله خالد الحين أنت قلت لنا عن هاي الحقل والواحد واربعين يعني الحين هذه أكبر شيء سويته كم المدة الزمنية اللي خذ فيها هاي صناعة الطراد؟ نعم طريقة الفاكيوم تأخذ الوقت اذا انت تصب الطراد العادي منول 4 ايام 5 ايام هذه تاخذها في يوم واحد ما شاء الله يوم واحد انت جدا انك مرتب الفيبر ما فيبر كامل موجود في القالب جاهز اللهم تحط فيه البيبات الحقن الرزن في القالب يوم واحد 9 ساعات هي ضخ وباقي التشطيب اي باقي التشطيب هاي تاخذ يعني يوم يومين يعني توفر هي وقت توفر ايدي عامله بدل ان احط لي انا 7 على القالب هذه احط لي 2 بس ما شاء الله مشرفين عليه نخبر مكينة في تخلط الرزن ايه هذه على التبريد وتمشي الرزن الفاكيوم هي الشاف ايه هم ثلاث مكينات يروح توزع الرزن يعني هاي كلها مو بيد توزع الرزن ابو احمد لا هذه انا موجوده خط البيبات في القالب كامل بحيث ان الرزن يوصل لحق يوصل ايه كامل بس انا شايف في مصنع اللنجات واحد عنده مكاين حاط له تكييف وبيب والرزن يمشيه على اي هذه الرش هذه المرحله الاوليه المرحله الاوليه اللي هي رش الجلوكوت بالرزن على الفيبر المات بس ابو احمد غير بالنسبه لي انا اشوف ان العمليه اليدويه بالنسبه لي اشوفها انها تنضبط اكثر من الرش لا بالعكس لان لا سمح شلون اليدويه ما تخلي فراغ حق لا الرش 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 ما تخلي فراغ حق الهواء اللي دش الهواء نفخ لك بس لازم عندك رول الحديد اي هذا رول ستيل فض الهواء هذا فض الهواء اللي تذبح الهواء صح فقاعات هذه اهم حاجه شوف انا اقول لك ميزه الفاكيوم انه ما يخلي لك فقاعه صح هذه ذره هذه صح يعني شيء اهم شيء هذا في الطراد يعني يضغط الفيبر مع الرزم ضغط يعني يكون خلاص علشان كذي يكون فيها زن قوه وعقب ما يخلص هذه اليوم يبدا بال ثاني يوم ثاني يوم تبدا انت تشيل المواد اللي حطيتها اللي فيها يظهر لك القالب جاهز لان انت تشوفه تبدا تحط الشواصي القالب تشوفه يعني عليه يمكن انا اقول لك 70 هوز 70 الشفط يعني هاي 70 انا يعني انا الحين قلت لك شوي ترى ولا هم زين اكثر يعني ما شاء الله اي تشوفه شي هوزات تقول هذه ايش فيه يعني ترى ايش مسوي ذي اي ترى هي السبتشي لكن قوه عرفت يعني جودة. في الطراد الجودة أخف عرفت يعني
هذه حق الشخص اللي الله يسلمك يبغي سرعه، انا عن نفسي بعد انصحه في الفاكيوم، ويقدر يحط له بعد مكاين اصغر وبيمشي. زين انتم ما دام الحين احنا نتكلم عن السرعه، جربتوا وبحكم خالد بعد ما شاء الله عليك انت بطل في السباقات هذه، ما جربتوا تسوون لكم طراد حق السباق؟ والله السباق خلاص طلعنا من مرحله السباق، جينا مرحله التصنيع. كانت في البدايه هي هوايه. اي لا تقول لي الفورمولا ما نبيها، الفورمولا نبي يعني لا في في لك لكنية انك تسوي طراد. والله في الوقت الحالي ما اظن ان اي ان نضطر للسباق. خليك على نيه اللنج احسن. اللنج هو احسن ما مطلوب اكثر. بس هل مبيعاتكم انتم في النزهه ولا في الصيد اكثر شيء؟ لان الصيد احنا خبرنا الجماعه وقفوا. والله ابو محمد ابو احمد كلهم يجون سماجه الصيد كلهم. صيد الشباك هذا الحين مثلا صيد العومه ملعومه هذه خلاص تقريبا الحين اكثرهم غزل حداقه يغوصون يعني اي بس يجونك ناس زين كشاته يقول لك انا ابغى كل شيء فيه. نعم. عرفت نسوي صيد تجاري يبغي اضاءه ليتات الوان عرفت شيء يستوي ما عنده شيء لا وما شاء الله بعد اللي يجي يشتري من عندك مبارك يعني تحصل الساعات فاهم كل شيء يعني ما شاء الله يعني ما ابى اي واحد يجي ياخذ منك الطراد خلاص جد خذ خبره اي عارف كل حاجه استفاد إيه. نعم احنا الطراد الاصطاح يشتون بسرعه لكن المشكله ان ياك الزبون سوي هني ركب ذاك إيه. مني افتح ذي كبر ذاك هني بس اوكي صار على راحتك بس ما يدش في الامور الفنيه بس اي بس حقكم كل شيء بحقه بعد كل شيء بحقه العطاله انا اقول التاخير اللي يصير لا شوف شوف انا انت ما فتحت المصنع ذي الا علشان اكيد الزبون نعم يجيك يقول لك والله حط لي كذا حط لي كذا تحط له انت بتحط له صح واحد عندنا واحد. عندنا مثال يقول زيدني شكر ازيدك حلاوه أكيد. انت عطني ادفع نعم. وانا بسوي صح. لك اللي تبغي وبمبارك في شيء هذه فيبر انت صح نعم. وفي شيء طال عمرك انا ان شاء الله اذا اي شخص اقتري الحين بعد يسمعني او غير بعد اقتري يفرحني اذا قال لي كلمه زين في شيء كفو مصنعك طري تستاهل تستاهل والله العظيم يا الربع ما تتخيلون الفرحه اللي تكون في داخلي الله العالم فيها يعني من يقول لي والله يعني كفو يعني ناس بعد هل يعني انا اقول لك هالقطر ويقول ان انتم صنعتوا وسويتوا كذا شيء بيض الوجه عرفت هاي الكلمه صراحه هذه هاي غير يعني. والله هاي بعد مبارك ما انساها يعني واحد من الشباب يبي ياخذ طراد 25 قدم وجاب عمه الله يحفظه معاه شيبه والله الربع جالس مع بعض وشاف الطراد وهذه تو بشايفه قال هاي طراد الزين والله العظيم اول ما هذه وهاي الطراريد تقول هاي الطراد الزينه قال لي لا يقول له رفيق ما دام عمي شهدته يقول خلاص والله هاي التشجيع والله لكم والله الحمد لله يعني هاي الشيء مثل ما قال يوسف يعني شيء تشجيع يفرق. لكم ولنا الحمد لله يعني بالعكس والله انا يهمني انه يعني الحمد لله ليش انا تعمدت وجبت ابي اشوف الصناعه القطريه بشوف الاشياء اللي عندك بقول لك في كلمه قلتها انا الله يسلمك من يعني فتره زين اللي هي الله يسلمك في بعد حلقه اللي يعني طافت ايش قلت لكم؟ قلت لكم باذن الله حاط بين عيني انه مو مخلي ولك طريق يروح برا بس يبغي لنا وقت صح القوالب لانها ما تستوي ترى بسرعه كذي يعني عرفت يبغي لها وقت ودراسه باذن الله بنسوي الاحجام دراسه اللي دراسه ولازم يعني تحاش السلبيات والايجابيات والطالع والله هني والحين انا يوم قال لي خالد اول مصنع يسوي هالحقن بالعكس والله فرح لا ان شاء الله بتشوف الليل النيه موجوده عندكم ان شاء الله ان تنافسون ان شاء الله العالميه ان تنافسون الدول العربيه احنا شو طعمك ما دخلنا هالمجال الا احنا نبغي ننافس والله وبعدين ما في شيء صعب يعني لان شوف انا بقول شيء الواحد ما يدش هالمجال ما يطالع لين حد يعني حد معين لا يبغي يوصل اليه ان شاء الله والسقف مفتوح مرحله مره واحده فوق مرحله ما ندش وهاي هدفها ستيب باي ستيب شوي شوي هاي سبب نجاحنا في شيء مرحله بمرحله وكل مرحله ان نتأنى فيها صح. وفي اي طراد نجربه كل يعني. طريق انواع التجربه ما ينزل السوق الا 100% طراد ناجح من جميع الطراد اللي اقصده انه يعني ان شاء الله راح تكون الجوده والصناعه أكيد. والكواليتي هل هي في مستوى الطراريد العالميه هل انا اقصده انه ان شاء الله راح توصلون هالمواصيل باذن الله في المستقبل يعني بالنسبه لي مثلا انا يعني والله انا افرح لما يجوني شباب يقولوا والله احنا كنا ناخذ من الدول المجاوره وتعب وذي
فقاموا يشترون من عندنا يعني احنا. وهذا الشيء يفرح يعني ان انت سويت يعني شيء جيد يعني. حتى قلت لهم اذا اي شيء في الطراد عندنا محل يعني في نفس صيانه وعلى ضمان وصيانه بدل ما تروح وتودي يا اخي هني بلادك عندك يعني كل شيء موجود عندك دهنا في مكبتنا يعني في مكبتنا مشاهدينا. فاصل ونرجع نواصل فالكم طيب. حياكم الله مشاهدين. يقولون دهننا في مكبتنا وإحنا رجعنا على دهننا في مكبتنا عند أبو محمد. مثل ما قلت أن يعني الجودة والصناعة قوة الصناعة أقطرية 100%. والحمد لله يعني حسب بالنسبة للشيء المرحلة هذه اللي مرت ما حصل لحدنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى إن حد قال فيه شيء ترى الحمد لله الأمور طيبة وماشية بس احنا دائما نقول الى الافضل الى ال... هذا احنا اللي الله. نقول يا الربع اما قطر فوق ولا ما لنا خانة اكيد احنا هاي اللي نبغي. انا بعد عندي اسلمك الحين ابو محمد يعني مسامحه انا اقول لك ان احنا السقف عندنا مفتوح ما نبي ما نبي والله على مستوى قطر صدق. لا ان شاء الله احنا نروح فوق ونبي صدق. نوصل للعالميه ان شاء الله ان شاء الله. شنو الضمانات اللي تعطيها المشتري اللي جاي ياخذ من عندك علشان يشتري؟ انا اعطي ضمان مثلا ضمان 5 سنوات ضمان. واي شيء في الطراد مثلا اي شيء الورشه موجوده تصليح شيء بسيط مثلا اشياء في الطراد موجوده عندنا يعني الصيانه ما صيانه موجوده كلها موجوده عندنا الحمد لله. هذه ضمان هذه طبعا مجانيه. اي اكيد خلال فتره الضمان اذا ما في شيء خلال يعني. الخمس سنوات خلال الخمس سنوات بغض النظر عن ضارب منقى ضارب بوي كاسر هذه لا احنا نقول لك والله اعطيته ريس وكسرت الرقعه تعال عيب مصنعي عيوب التصليح عيب مصنعي الحاجه هاي علينا احنا خلال الفتره بيض الله وجهك وان شاء الله ان شاء الله ما تلقى اي عيوب ان شاء الله وما يجي منك الا الزين ان شاء الله. الله يسلمك خالد ويوسف ايش رايكم شنو الضمان وشنو طبعا ابو محمد عنده 5 سنوات انتم شنو اللي عندكم وهذه طبعا شوف طال عمرك ما حد بيجدم بياخذ شيء الا بيقول لك يا اخوي ابغى ضمان. شوف طال عمرك الضمان ياخذه هو موثوق ومكتوب يعني عرفت في كل طراد هذه شيء. الشيء الثاني الطراد لو صاد عنده اي شيء سوء تصنيع اقول له طرادك في وين اطرش له سايق ياخذ طراده ويجي لين المصنع ما شاء الله ورد له لين مكانه لو كان فرويس. هاي قانون المصنع عندنا يعني عرفت انا وخالد حلو زين يعني الله يسلمك الزبون يكون مرتاح خدمه ما بعد البيع لان شوف طال عمرك انت ما فتحت المصنع وسويت كل هالتعب والتكاليف هذه كلها الا علشان يوسف كم علشان. كم سنه الضمان؟ ضمان الطراد الله يسلمك 5 يعني 5 سنوات بس خمس سنوات. كل طراد له ضمان كل طراد يعني مش الكل يعني 5 سنوات صغير غير والعود صغير غير طريقة الصب بعد له ضمان ثاني يعني مثلا بالفاكيوم نعطيك 10 سنوات يعني 10 سنوات الفاكيوم ما شاء الله أكيد. وكان يفرق السعر بين الفاكيوم وبين المواد المستخدمة في ذي حبيبي خالد يا أخي توهقني المواد كلها تختلف 10 سنوات زين والصيانة مو بس بعد 10 سنوات اقفل لك الطراد اذا صار في 10 سنوات سوء تصنيع كفو يعني في هالفتره ذي العشر سنوات مشاهدينا صناعه قطريه 100% والضمان 10 سنين والضمان عند ابو محمد 5 سنين يعني الحمد لله الله لا يغير عليهم ولا عليكم ان شاء الله ما دام عندك الضمان والضامن الله سبحانه تعال وخذ طراد قطري صناعه قطريه 100% ابو احمد يعلف العافيه امين طبعا يلس ياكل الخنبروش وياكل الجمات واحنا نسولف نقول لك يعلف العافيه الله يعافيك هذه هاي ما بعشاك يا ابو احمد زين انت بحكم انك تاجر ما شاء الله عليك ابو احمد وجربت وشفت وشريت وانت ما شاء الله عليك صاحب طراريد الضمانات اللي تشوفها والخدمه اللي يقدمونها الشركات العالميه نفس الشيء هو شوف أسلمك المفروض الجماعة يعني توهم من 2 سنين والمفروض دائما ينسون الربح
ينسون الربح، ولازم انهم يعني الحين في تصير معارض خليجيه. اي نعم. او ان تكون معارض بس محليه. بس ينسون الربح باحمد ومفتاح. لا 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 لا. شركات ربحيه. شوف الامريكان يقول لك 99% دعايات. نعم. و1% ربح. صح. انت شلون تعرفني؟ معلي بس الناس شلون عرفتك انت وشلون عرفتني انا وعرفت الجماعه؟ انت الله يطول عمرك ما جاوبت على سؤالي. انا اقول لك الشركات العالميه تعطي ضمانات؟ تعطي ضمانات على حسب نفس اللي يقدمون الربع والاخوان. الحين هاي اللي يقول لك ابو محمد يقول لك 5 سنين، خالد ويا يوسف يقولون لك 10 سنين. نعم نعم. إيه انا اقول نعم. لك الشركات العالميه تقدم نفس الضمانات. الضمان هنا احسن من الضمان العالمي. ابيض الله وجهك. نعم. هاي اللي انا بوصل رفيجي عندي. بغيت رفيجك دوم حاسبك اليوم. كان اكلمك واخذه من بريطانيا ومن هناك ويقول لك وين الضمان اذا ما له وكيل؟ ايش بتسوي؟ زين في فرق بين السعر المحلي والخارجي؟ اي المحلي ارخص. المحلي ارخص؟ اي ارخص. نعم. واحلى. واحلى؟ نعم نعم احلى. مبارك في شيء، شوف قبل احنا يعني ايش اقول لك، بعد فتحنا المصنع انا ويا اخوي خالد كنا نشتري الله يسلمك الطاريد من برا، وصادتنا مشاكل وايد في الحاله ذي. لما انا اكلم المصنع اقول له والله طرد يعني كذا كذا، جبت انا قيمه شحن علي زين، وبرده مره ثانيه بقيمه شحن يقول لك طرشه بعد علي. غربال شلون بس زين؟ غربال شلون؟ اوكي يعني هذه بس غير سفرتك لا يعني. شوف في شيء انا يعني هاي انا ملاحظه، يجيك مثلا يعني شخص قال لك انا اخذت لي قرف من ايا كان دبي البحرين اللي هو ما نحدد، خلي حاسب تذاكره إقامته هناك، عرفت مصاريفه هناك. صح. والشحن زين، لو يسوي هني في الدوحه بيوفر على انا واي. اقول لك مو باقل يعني حسبت انا كذي مو باقل من 15,000 وعلى حسب. نعم. الموجود. نعم. يعني في اشياء مو موجوده عندنا يحتاج. نعم. الواحد. نعم. يروح ياخذها من برا ما دام اثر الطريد ما تفرق. يكفي الصيانة 5 سنين. نعم. 10 سنين يا أخي. والله العبرة مثال ملك الحظ. احنا نروح نجيب الطراد يا ربع. انا باخذ والله يعني مو علشان مصنعكم، انا باخذ الطراد يا ابو احمد وعندي ضمان 10 سنين. يعني الحمد لله الله لا يجيب ساعة البلاء، لو صار ما صار عيب قلنا من المصنع على طول يا اخي موجود وعندي ضمان وما يقدر. ولا انت بشار الا ما اخذت راي. وهذا اكو معضلك طراتك في البحر. وفي شرط بعد عندنا، ما في شخص يكلمني وايد منهم ترى يكلمني يقول لي والله انا ابغي طرات كذا كذا سوي لي اياه. قلت له معلش الشيخ ما عندي مشكله، بس شرط من شروط المصنع انك لازم تجرب تاخذ عن قناعه مقتنع من طرات. شلون ما حد يتصل لك؟ لو اي شخص يعني كلمني وايد منهم ترى مو يعني مو بشوي يكلمني يقول لي والله انا ابغي الطرد الفلاني الطول الفلاني، يقول لي خلاص صب لي انا يعني ابغي. ما صب له اي، اول شيء يجرب. أي. يركب الطراد ويجرب زين، ديك الساعه انا ما صب. هاي دليل على شنو يا يوسف؟ شنو الدليل على ضمان شنو؟ ضمان الجوده. ها ضمان الجوده والحمد لله. اي نعم يعني واثق. واثق. انا لو اني مو واثق من صراحه بعضهم. في ناس مثلا انت الحين اخذت زي ما اطرد مني زين، وياك خالد عرفت اسالك قال لك والله شرط، قلت له والله زين هاي راح وخذ، لكن انت رايك غير ورايه هو يكون غير، يمكن انت مثلا عاجبك الطرد يمكن هو لا، فانا ما اترك مجال حق هالاشياء. خلاص اتي تعال يعني جرب الطراد عشان هو يقتنع تماما من الطراد انه هو ياخذه وهو يعني واثق من هذه الشيء. القناعة انه مقتنع يصلح له ويصلح حق شغله اللي هو فعلا 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 يعني الواحد ياخذ الشيء. وانا يعني هذه صراحه اقول لكم بيض الله وجهكم ما قصرتوا انكم كفايه خليتوا لنا طراد حق كل واحد يبي يشتري. نعم. بيجرب، هذا دليل على الثقه. اي نعم. وان يعني الحمد لله انا واثق. ابو احمد ايش رايك؟ مفروض والله يا اخوي يعني نشجع الصناعه المحليه المفروض، والسعر ارخص، السعر ارخص بوايد، والشيء قدام عينك يصبونه ويرجون لك اياه قدامك امور وتاخذ لين انت مكانك. والله يا ابو احمد ما مفروض الا واجب علينا ان نشجع اي صناعه قطريه. نعم. والربع يستاهلون. حودنا والله الله يوفقهم ونشجعون. احنا نبغي مثل ما قلت الحين ابو محمد يقول لك يا اخت
والرابع يقولون لك المحمل ان شاء الله. لازم المحمل ايه. السنبوق جاي على الخط. لازم لازم. احنا عندي امنيه اكبر، يمكن الحين الواحد يشوف انا كبيره، لكن احنا في البدايه ما احد كان يتصور عندنا مصانع وطنيه وتصنع. احنا نحلم ان شاء الله تكون عندنا اكاديميه كبيره حق صناعه الزوارق مثلا في الدوحه. مو بغلط. كل شيء بيصير. يعني هذه حلم او لكن ان شاء الله بنستغل كل شيء يصير يعني، وليش؟ احنا قد الامور هذه ان شاء الله. محمد يد واحده ما تصفق، يدنا مع يدك ان شاء الله، واحنا واحنا جاهزين. نعم. وراس المال موجود. موجود. أحمد. ما يقصر. ما يقصر. اليوم ترى وايد خذنا. أبو أحمد والله ما تقصر، بيض الله وجهك. لا والله يعني شهادة لله أن التشجيع. فبالعكس يا أخي. أي والله هاي كلمة هذه يعني صراحة نتمنى إن شاء الله. ونطمع للأفضل. نعم. نخلي الناس هم يشترون من عندنا، إحنا نصدر، ما بدنا إحنا نأخذ من برا ولا. حلو. يعني هاي يعني بلادنا ما شاء الله كلها بحر، وهالبحر ما عارفين الأمور هذه من. ايام اجدادنا وذي وايه يعني دول مجاوره عندهم مشو زين ابو محمد. انت تتمنى انا والله كذا مره كتبت حتى في الجرايد يعني بمناسبه هالموضوع هاي بالمناسبه ما دام انك انت تطرقت حق شيء. اي والله. ياتك عقود او طلبات خارجيه؟ خارجيه نعم. جون من نعم. ما شاء الله. اي نعم. كان في المعارض، كان في معرض عندنا اسمه الصناعه في قطر، الحمد لله ما قصروا يعني، كان عندنا ستاند هناك، وناجون من السعوديه من الامارات طالبوا اطلبوا يعني زوار اطلبوا وهدوبها اللي رويتكم اياها هذه. نعم. يعني حبوا الصناعه القطريه. حبوا الصناعه القطريه ويعني وهم بنفسهم شبه يعني عارفين الامور هاي البحريه. ويا الربع يوسف خالد انتم نفس الشيء عندكم. نعم. طلبات عندنا خارجيه شركه من جنوب افريقيا، هي منظمه الامم. نعم. ولحد الان احنا معاهم ان شاء الله. ما شاء الله. وإن شاء الله عربيا. اي نعم. هم طالبين طلبات مواصفات معينه واحنا على الدراسه ان شاء الله. بس في معرض بيصير ب 28 ثلاثة في هذه موجودة. أقصد أنا الدول العربية، دول المجاورة ياتكم طلبات؟ في ناس كلموا هنا ما شاء الله. إيه نعم خذوا. عرفت والله لك الحمد يعني ما تتخيل هم مش كثر بعد مبسوطين يعني. حتى الأسعار خذوا نعم. حتى الأسعار أبو مبارك أرخص من عندهم. أنا جوني من السعودية ومن الإمارات أرخص من عندهم. حتى السعر يفرق. وجوني هنا وقال بناخذ من عندك يعني. نعم. السعودية من الإمارات. وتقدمون لهم نفس الخدمات. نفس الخدمات نفس الشيء. شروطكم ما تغيرت. ما تغيرت. والله ما شاء الله عليكم. والله أنكم مفخرة. الله يزيك. الحين يوسف عنده رديت بوديهم الإمارات مع الإمارات، وقال لي تعال بيك جاسر بيك لأنك تشحنهم توديهم. نعم صادق. يمكن احتمال آخر الشهر. حتى هاي دبو مبارك ذي جاني واحد راعي. بايعين اثنين حق الإمارات. بايعين اثنين. بايعين اثنين الإمارات إيه. والله خاف أضغط عليه يقول وصلهم لكم. بس في معرض أقول لك تاريخ 28 ديمتريك. 29 المفروض أنتوا فيه. موجود عندنا استاد هناك. معرض في قطر هني بحري. إيه شارك. أنتم مشاركين فيه ديمتريك. في 28 3 احنا مشاركين فينا. انا مشارك القارمه والله ما عندنا مفروض. لا بعد اسبوعين ما عندنا احنا فيها الطراري جاهزه. المعرض موجود و41 موجود. نعم. باذن الله هذا القارب راح يكون موجود في المعرض اللي هو معرض في غيرهم ديمتريكس. ديمتريكس هذه معرض مثل بحري بحري, بحري, بحري مثل الصناعات البحريه راح نعرض فيها الصناعه القطريه باذن الله. وراح يكون طراد بالهمبار موجود، واللي يبي يجرب يجرب ويتفضل. وابو محمد راح يكون مشارك ان شاء الله. الطواش راح يكون موجود، الوكره موجود، الحلول موجود. حلول موجود نعم. كل الصناعات القطرية احنا نقول الله يوفقكم ان شاء الله. موجودة الطراريد ونبقي احسن واحسن ونبي افضل. هذه امام ان شاء الله فيه. هذه هاي اللي احنا نتمناها ان شاء الله. بالعكس والله اني افرح. انا الحين مدام خالد ما شاء الله قال لي جنوب افريقيا طالبين عندهم طراريد. على فكرة جنوب افريقيا فيها بحر حلو وفيها يراير وفيها نبي نروح. يبينا روحه ويا بحر ان شاء الله. قول له عن الدوبه عاد الموقع. اه هذه لا هاي بعدين ان شاء الله. هاي بعدين ايش فيها الدوبه ما دام قاعدين ويا بوي. انزين الحين احنا خلوني الربع شوي نشوف شلون تسوون دعايه تسويق حق انفسكم حق مصانعكم. لكم صفحات على السوشيال ميديا، لكم والله مواقع طبعا. اي شاركنا في المعارض اللي تصير يعني معرض الدوحه اللي صار في الوسيله شاركنا فيه، والحمد لله اقبال وايد من الشباب. وعندنا المواقع الاعلاميه الاجتماعيه ذي بعد حلو ثانيه.
المفروض الدعاية. شارك نفس الشيء في المعارض، معرض قطر للغوارب واللي في مارين لويسيت شاركت مرتين، صنع في قطر بعد. غير المواقع، في عندي موقع، في عندي موقع مصنع العديد للزوارق موجود يعني. موجود. اي نعم. اي هذا ممارك الدعاية هي الأساس. لأنك مشاركين احنا فيها يعني. وانت الحين في هالوقت الحين ما في حد ما عنده سلمك الانستغرام. حلو. يعني انا في الوقت الحالي اشوفه هو الصراحه يا جماعه هو اللي يسوي لك دعايه، لو كنت وين بتوصله. بس بعد لازم الجرايد، جرايد ضروريه موجود. الله يسلمك. الويب سايت ضروري ترى، الايميل بعد موجود. موقع خاص، موقع لكم لازم مفروض. الجرايد المفروض تدخل الموقع، موقع بلهم بارده يعني مبارك سنويه. والحطايات وايد، احنا نخسر وايد والله في الجرايد، مقارب حوالي 100,000 دولار ما شاء الله في الجرايد، مجرايد ومجلات والله 100,000 دولار. علشان الدعايه، التسويق، التسويق، التسويق حق شلون تسوق الا بالدعايه. اهم شيء التسويق عندنا، شوف المصنع التسويق عندك اهم إيه؟ حاجه عندك كريم، عندك ماركتنج. كل واحد يروح يلاحظ المارينات، ما المارينات عنده، بروشرات ما بروشرات، هاي يوصل للناس. لازم توصل، اذا ما وصلت ما سويت شيء. ويعني انت عندك ناس ماركتنج يسوون. احنا نشوف القارن ما شاء الله، احنا بكل مكان، في المطار نبيع، وفي المحلات المكانات الكبار هذه كلها موجود القارن. صح. كل اللولو ولا نفس العملية عندكم يا ربش؟ نعم نفس الشيء، نفس الشيء عندنا التسويق و... مفروض مفروض التسويق نعم. أساس الدعاية. أما يا خالد التسويق بالنسبة لي أنا حق الصناعة القطرية على عيني وعلى راسي يا ربي، وهذه حق الله خير. حق وواجب لكم كلكم أي صناعة قطرية، والله أني أتشرف وأفتخر أني أعلن وأقول هذه صناعة قطر يا جماعة، هاي ربعنا، هاي عيالنا، هاي إخواننا، هاي الصناعة قطرية 100%. احنا نقول الله يوفقكم ان شاء الله، ونبغي نشوف الافضل والمزيد ان شاء الله. ان شاء الله شوي 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 شوي. ومثل ما قلت في شغلة، لو اي شخص جاء الله يسلمك المصنع، ما راح يشوف شخص مثلا يعني مهندس حق الطراريد وشي، ما في، ترى كله تصنيع احنا انا واخوي خالد ما شاء الله، عرفت؟ والبقايا اللي داخل عندنا عمار، عمار يعني الإدارة والإشراف في التصنيع، يعني التصميم قطري 100%. حلو حلو، الله يوفقكم إن شاء الله. هذا لا هو ترى صح يعني، هو اللي شيبتنا اللي وأحمد بيض الله وجهكم مقصر. جزاك الله خير. كلمة ونصيحة أخيرة حق الشباب وحق اللي يبون يقدمون على أنهم يشترون طراد. والله أنا أقول المفروض من المواطن أنه يروح للصناعة القطرية أول شيء، وشجع ربعنا في انهم يطورون شغلهم. ولك الحق اذا الصناعه ما عايبه ولا شيء. نعم. يعني المفروض احنا ليش الجماعه هم خاسرين، لازم نساعدهم. بيض الله وجهك ابو احمد، لا تروح بعيد، ترى الخير موجود. ابو محمد كلمه ونصيحه حق اخوان، وطبعا لا تنسى طموحك ان شاء الله. والله شوف الطموح مبارك ما يتوقف عندنا. أنا بالنسبة لي إن شاء الله يعني دائما يعني طالع فوق إن شاء الله. الله يوفقك. ومثل ما قلت لك أنا أهل الأكاديمية هاي في بالي من زمان والله. إن شاء الله. شو اللي توعد زباينك وتوعد إخوانك؟ الحمد لله الصناعة الحين موجودة، قاعد أطورها من فترة لفترة، أزيد في الأحجام يعني، وحتى الأحجام الصغيرة مع إني وقفتها شوي على أساس إني أتفرغ على حسب الطلب. على حسب الطلب ما راح يعني أنسى والمصلحه قليله. الله يوفقك ان شاء الله. بيض الله وجهك. اصرف ما في الجيب وياتيك ما في الغيب. هاي انت كلها تبي تصرف. اصرف ولا عليك. يوسف شو اللي اتمناه ان شاء الله، وشنو طموحك ان شاء الله؟ الطموح طال عمرك قلت لك باذن الله ما راح، مع الله يسلمك الوقت، ما راح اخليك طري يروح برا ان شاء الله. باذن الله. هاي فعلا الكلمه انا سمعتها من قبل واسمعها الحين والله. طال عمرك تدري ليش؟ لانه خلاص يعني بنسوي باذن الله طراريد حق الكل ان شاء الله، حق الكل باذن الله، يعني كل شيء في بالهم يستوي، ما عندنا شيء ما يستوي، كل شيء يستوي. الله يوفقكم ان شاء الله. خالد الكلمه عندك. ما ازيد على اخوي يوسف، انا عندي مفاجاه ان شاء الله لهل البحر. كفو. خلال شهرين ان شاء الله بيكون الطراد جاهز، طراد سبورت مجهز لهواة البحر في الصيف ان شاء الله. لهواة البحر جاهز. في الصيف، في الصيف بعد شهرين باذن الله. هذا وعد من اخوي خالد الشملان صاحب مصنع بالهمبار، ويا اخوي يوسف خليفي يقول لكم في طراد سبورت بعد شهرين باذن الله راح يكون موجود. الله يوفقكم ان شاء الله. وياكم. انا تشرفت بوجودكم
ابو احمد بيض الله وجهك الله يعطيك العافيه وما قصرت ابو محمد الله يعطيك العافيه ويوفقك ان شاء الله الى ما تسعي له ان شاء الله. يوسف خليفي الله يعطيك العافيه بيض الله وجهك وما قصرت وان شاء الله ان ما فيك طري راح يشتري من برا. خالد الشملان الله يعطيك العافيه ونشكرك على الوعد اللي وعدتني اياه. الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك ويوفقك ان شاء الله يا زلمه. مشاهدين صناعه قطريه 100% جرب وفالك طيب. احنا نقول حق كل صاحب مهنه وكل صاحب مصنع الله يوفقك. هذه الصناعه القطريه قطر اما فوق ولا ما لنا خانه. الله يحفظكم مع السلامه.